ثمن أدباء ومثقفون من مختلف مكونات كركوك الدور البطولي لقوات البيشمركة في التصدي للمخططات الإرهابية والحفاظ على أمن واستقرار كركوك. الأدباء والمثقفون أكدوا في تصريحات لفضائية كركوك أن قوات البيشمركة أثبتت أنها قوات جميع مكونات وقوميات كركوك دون أي تمييز. تفاصيل أوفى مع مراسلنا مصطفى حسن. أشاد مثقفون وأدباء من كافة قوميات ومكونات كركوك بالدور البطولي والمحوري لقوات البيشمركة في تصديها الحازم ووقوفها أمام عصابات داعش الإرهابية ودحرها للمخططات الإجرامية في كافة محاور القتال على تخوم كركوك. نحمد الله ونشكره على بقاء كركوك آمنة مطمئنة، والمواطنون ينعمون بسلام دائم، وذلك بفضل القوات المشتركة وقوات البيشمركة. وعهدا منا لهم أن نكون مواطنين نساندهم في كل شيء. من ينكر جهود بيشمركة في كركوك؟ بيشمركة نعم هم أبنائنا وحماتنا وحماة الكركوك. نشكر البيشمركة وندعو من جل وجلاله أن يحميهم ويسد خطواهم، وشهداؤهم هو شهداؤنا آباؤنا وأولادنا وفلذات أكبادنا. نحن كمثقفي كركوك نحيي ونشكر قوات البيشمركة والأسايش والحشد الشعبي وكذلك القوات الأمنية العراقية لحمايتها كركوك وضواحيها، ونأمل نأمل إن شاء الله في القريب العاجل أن تتحرر كل هذه المناطق ويعود الأمن والسلام إلى العراق وإلى كركوك وإلى كل محافظات العراق إن شاء الله. مثقفون وأدباء أشاروا إلى أن قوات البيشمركة أثبتت أنها قوات جميع قوميات ومكونات كركوك دون استثناء، واستطاعوا الحفاظ على أمن واستقرار كركوك وأهلها والدفاع عن الأرض والعرض، ودحرت عصابات داعش خلال معارك كتبت تاريخا جديدا بأحرف من ذهب. نحن أهالي كركوك نطمئن البيشمركة إننا سند لهم، لأنهم يدافعون بالروح وأغلى ما يملكون بالدم من أجل أن نعيش في أمان واستقرار في داخل المدينة. نحن نساندهم وندعمهم بكل ممتلكاتنا وبكل ما لدينا، لأنهم يدافعون عن كركوك بكل أقوامها وأطيافها ولا يفرقون بين كرديين أو عربيين أو تركمانيين أو مسيحيين، وهم على حق، وإن شاء الله بعون الله تعالى سيحررون جميع المناطق المغتصبة الذي تحت سيطرة داعش. من واجبنا احنا جميعا كمثقفين وككتاب وكصحفيين أن ندعم بكل قوة قوات البيشمركة اللي تتولى الدفاع عن محافظة عن كركوك وعن المدن التابعة لكركوك، وتقوم بتوفير الأمن والحماية أمام هجمات داعش البربرية. إشادة كافة شرائح مستمعي كركوك بانتصارات قوات البيشمركة دليل حي على عمق العلاقة بين قوات البيشمركة وأهالي كركوك، وإن الأجيال جيلا بعد جيل ستتذكر بفخر مآثر وبطولات البيشمركة على مر العصور. مصطفى حسن، فضائية كركوك.